بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوف طريقة جديدة أو شرح جديد، وهو كيفية الكتابة بالصوت أو تحويل الصوت أو تحويل الكلام إلى نصوص. كيف ذلك؟ بدون برامج ولا تطبيقات. كيف ذلك؟ فقط باستعمال متصفح جوجل كروم وموقع ترانسليت. نذهب إلى موقع ترانسليت جوجل، تظهر هذه الخانة، في هذه الخانة التي نريد الكتابة فيها، ثم نختار اللغة العربية. كما تشاهدون ميكروفون صغير، عند الضغط عليه تبدأ الكلام، والكلام يكتب مباشرة هنا، فيستمر يكتب كل ما تقوله. نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون كتب الكلام بشكل جيد وسليم. يجب الشروط يجب أن تتوفر على ميكروفون يكون بنوع نوعية جيدة، كما كذلك يجب أن تقوموا بنطق الحروف بشكل جيد وسليم يفهمها كذلك. إذن كما شاهدتم وتابعتم معي، فهذه الطريقة ربما تساعد البعض من لا يملك لوحة مفاتيح، يمكنه استعمال الطريقة للكتابة. كذلك ربما تساعد أصحاب مذكرات التخرج في كتابة مذكراتهم بسرعة، ربما بعد الفكرة يمكن أن تساعدهم. إذن كذلك ما يمكنك البحث في جوجل عن طريق الصوت. تاب إلى جوجل، اختار، تضغط على هذه الأيقونة دائما، ثم الكلام، المغرب العربي. كما تشاهدون يعطيك نتيجة مباشرة، العالم العربي، مباشرة بسرعة و دقة. إذن كان هذا درس اليوم البسيط. أشكركم شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.